بتاعت بس احنا دوري كنا المجموعات. عايزين الا اذا كان هنعالجها لوحدها. فكره ان تعظيم الموارد كان فيه مزايده. لا انا هقول لك، ما تخافش، اتفضل. لازم كل الناس تعرف عشان نتحرك صح. استاذ ابراهيم، لم ياتي احد في هذه المزايده، اتخضيت انا وحضرتك. لكن لما عرفت السبب لقيت ده فيه منطق، ولقيت ان ده لصالح النادي الاهلي قبل ان يكون لصالح اي حد تاني. هناك خلاف في بعض البنود المحطوطه قد تحدث ازدواجيه في الحقوق وتداخل في الحقوق، محتاجه لفض الاشتباك في كراسي الشروط، اللي هي عاده ما حدش بيناقشها، لكن على ارض الواقع بتنفجر. انك بتدي الحقوق مثلا لكل المؤتمرات، فالاهلي عشان يحتاط راح حاطط ايه ده؟ قال المؤتمرات عدا تلك التي لا يسمح بها من قبل الاتحادات المسؤول عنها، زي كاس مصر وزي مسابقات الاتحاد الافريقي، اللي هي دايما كانت بتحط لنا الصدام اللي بيؤدي الى مشاكل وغرامات وكده. فطلبوا، انا بديك مثل يعني، اربع خمس بنود من هذه النوعيه الهدف منها الوصول الى عقد ما يبقاش فيه مشاكل. كلام هيوصلنا الى نتائج اقوى، وسيعاد الطرح بعد جلسات ومحاورات، وايضا ينبغي ان يشترك فيها تلك الاتحادات اللي هي هتخش معانا في كونفليكت او في تعقيدات، زي الاتحاد المصري كرة القدم، ده الاهم. الافريقي ده ما ده خلاص، ده قانون قراراته ملزمه. لكن تعالى يا اتحاد يا مصري، قول لي انت في الدوري مؤتمراتك، وانا في الكاس ليا مؤتمراتي، او وات ايفر، نتفق على ايه يرضي جميع الاطراف، الا اذا اتوحدت الرعاه، وده امر صعب جدا. فقد يكون هذا يعني التطوير لصالح المستقبل، لان في كل التعاقدات القديمه كانت هذه القنبله تنفجر باستمرار. طيب، بعيدا عن اي حاجه حدثت، اللي نقدر نقوله لكم فقط اطمنوا جدا جدا على حقوق الاهلي وعوائد الاهلي وتعظيم قيمه حقوق الاهلي. دي نقطه مبدئيا على الجميع ان يراعيها، وعلى الاهلاويه بالذات ان يطمئنوا ليها. الاتحاد الافريقي حدد يوم 4 مايو موعدا لمباراه الاهلي والترجي. الاهلي